إذا كان تساقط الشعر عند الرجال مشكلة، فهو عند النساء مأساة. لا تخافين يا سلامة، كلنا شعرنا يتساقط، والإنسان عنده بين 100 و 150 ألف شعرة على رأسه، ويخسر يومياً بين 100 إلى 150 شعرة، أكثرها بعد الاستحمام وتمشيط الشعر. لكن عند السيدات إذا كان التساقط شديد فلا أسباب عديدة. أولها العامل الوراثي اللي يأثر فيه 13% من النساء قبل عمر 50، والعوامل الثانية الولادة والإصابة بالأمراض كالحمى والاسترس واستعمال بعض أنواع الأدوية. ابعدي عن الدايت الشديد يا سلامة، وخففي من استخدام مجفف الشعر والأصباغ والكراتين وكثرة ير الشعر لورا. وأكيد طبعا الحجاب ما له علاقة، لكن مهم دائما تهوية الشعر. عادة الشعر يرجع لنموه الطبيعي بعد زوال هذه الأسباب. أما إذا استمرت المشكلة فالأفضل استشارة الطبيب، لأن في وايد إعلانات لمستحضرات وشامبوهات وحبوب، وأكيد ترى مو كل شيء موجود في السوق فعال. تساقط الشعر شيء عادي وممكن الحد منه، فما في داعي للرعب والدراما. عساكم دوم بصحة وسعادة.